أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلستها بقاعة الاجتماعات في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء التاسع والعشرين من رمضان 1445 هجرية الموافقه الثامن من ابريل 2024 ميلاديه لتلقي الانباء والشهادات برؤيه هلال شهر شوال لعام 1445 هجريه ودعا المجلس من تكون لديه شهاده او نبا عن رؤيه الهلال ان يسارع بالاتصال بهيئه رؤيه الشرعيه للابلاغ عن ذلك مشكورا وماجورا